بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم وفقنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واغفر لنا ولسائر المسلمين في الآخرة والأولى، وأدخلنا نحن وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، ووفقنا ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، واجمع شمل المسلمين وانصرهم على أعدائهم نفوسهم وشياطينهم والكفار واليهود والنصارى والأمريكان والمسيح الدجال وأتباعه، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب، وكتاب التقريب هو غاية الاختصار للإمام أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. فصل في أحكام الهبة. يقول: الهبة هي لغة، وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح، ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان. وهي في الشرع تمليك منجز، وينفع تقول منجز، هي مشكلالي هنا منجز، أنا أرى أنها منجز أحلى. تمليك منجز يعني في الحال، هذه معنى منجز، ناجز يعني في الحال. تمليك منجز مطلق، والمطلق يعني بلا قيد، يبقى مطلق يعني ايه؟ يعني بلا قيد، تمليك بلا قيد بلا شرط، في عين حال الحياة بلا عوض. في عين يعني شيء متعين عشان يخرج ايه؟ تمليك المنفعة، هبة المنفعة، هبة المنافع. يبقى الهبة تكون في عين، يعني شيء يتملك، ادي العين، يعني شيء متعين، يعني تراه العين، ادي معنى عين، ليخرج طبعا هبة المنافع زي ما قلنا. حال الحياة، كلمة حال الحياة دي مهمة ليه؟ لان ايه؟ يخرج الوصية، لأن الوصية برضو تمليك، ولكنه لما بعد الموت، واخد بالك ازاي؟ يبقى حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى. وكلمة بلا عوض عشان كده تشبه الوقف، فعشان كده وجبها بعد الوقف، لأن الوقف أيضا بلا عوض، خدت بالك؟ فهي تشبه الوقف كونها بلا عوض ولو من الأعلى. فخرج بالمنجز الوصية، لأن الوصية لما بعد الموت ما بقاش ناجز، تبقى إيه؟ معلقة بما بعد الموت، فتنفذ بعد الموت، فتبقى غير ناجزة. فكلمة منجز خرج بها الوصية. وبالمطلق التمليك المؤقت، وخرج به العين هبة المنافع، وخرج بكلمة العين يقول لك في عين هبة المنافع، وخرج بحال الحياة الوصية. ولا تصح الهبة إلا بإجاب وقبول لفظا. دليل الهبة من القرآن كلمة عامة يدخل فيها الهبة والصدقة والهدية والمواساة، كل ده يدخل تحت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى تعاونوا على البر والتقوى يدخل فيها المواساة مطلقا، سواء المواساة بالمعاونة أو بالتعزية، حتى تعزية المسلم في مصيبة، أو الوقوف بجانب أخيك في شدة، أو بإعطاء جزء من مالك على سبيل القرض،
أو بإعطائك ماله على سبيل الوديعة لتحفظه له إذا احتاج، أو بإعطائه مال بلا مقابل كصدقة أو هدية أو هبة، أو بوقف المال في جهة خير معينة، فكل ده داخل تحت قول الله وتعاونوا على البر والتقوى. وبالتالي كلمة تعاون على البر والتقوى تدخل دليلا في كل عقود المواساة. فهمت ازاي؟ دليل لكل عقد فيه مواساة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحقرن من ايه يا نساء المسلمات، لا تحقرن من ايه من المعروف شيئا، او لا تحقرن جارة لجارتها، واخد بالك، ولو فرسن شاه، يعني لو الجارة تهب جارتها اي شيء على الجارة ان تقبله ولا تحتقره. وكذلك اذا اردت ان تهب لا تحتقر ما تهبه، يعني لا تستقله، فان الله يقبله ان كانت النية طيبة. فممكن يكون الكلام موجه لمن تقبل الهبة او الصدقة، او الكلام موجه لمن يقوم بها. فالذي يقوم بالهبة لا يستصغر ما يهبه، فيمنعه استصغار ما يهبه ان يمتنع عن ان يهب الناس شيء. يقول لك انا معقول يعني هم الناس محتاجة دي ويروح رميها؟ طب ما يمكن غيرك يستفيد بيها. واذا وهبك مسلم شيئا ولو كان قليلا عليك ان تقبله حتى لا تكسر خاطره، واخد بالك، وتعينه على اداء الخير واداء لانه فعل ذلك من اجل ايه؟ انه يبغي وجه الله، فانت تعينه على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ولو دعيت الى كراع لاجبت، صلى الله عليه وسلم، مش كده من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال لو دعيت الى كراع لاجبت، ولو اهدي الي كراع لاجبت كمان، لا 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 لقبلت. والنبي كان يقبل الهبه او الهديه والهبه ولا يقبل الصدقه صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهديه ويثيب عليها باضعافها. هذه هي من خصائصه. وذكر المصنف ضابط الموهوب. طبعا الهبه لابد فيها من صيغه، وهبتك كذا تقول قبلت، ولا تتم الهبة إلا بالقبض، يعني لا تلزم الهبة، لا تصبح لازمة إلا بالقبض. يبقى عند الصيغة تنعقد بالصيغة وتصير لازمة بالقبض، واخد بالك ازاي؟ يعني لو لم يقبض، لم يقبض لا يتم اللزوم. يعني افرض واحد وهب وبعد ما مات قبل أن يقبض الآخر، تبقى لا تلزم، لكن كأنها صارت من باب الوصايا، بقى فعليك انك انت تنفذها من باب الوصية ان كانت في حدود الثلث. لكن ايه؟ لا تلزم الهبة الا بالقبض، لا تتملك الا بالقبض، القبض اللي هو الحيازة، انها تصير في حيازة الموهوب له. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته. ودي نقطة مهمة، قاعدة مهمة جدا. كل ما جاز بيعه جاز هبته، ودي هنستدل بيها في القضايا المعاصرة أن الأعضاء البشرية لا يجوز بيعها. فإذا قلنا أن الأعضاء البشرية لا يجوز بيعها، يبقى لا يجوز هبتها على هذه القاعدة، لأن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. يبقى هبة الأعضاء وبيع الأعضاء حرام، لأنه يخالف القواعد المشروعة في فقه المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان نفسه فيضرب على نفسه الرق، وقال ملعون من ضرب على نفسه الرق، يعني باع نفسه، واخد بالك. فإذا كان نهاك أن تبيع الكل، يبقى لا يجوز بيع البعض، واخد بالك. وطالما نهاك أن تبيع، يبقى نهاك أيضا أن تهب. لك أن تفيد أخوك بمنفعة أعضائك، يعني بجهدك بمعاونتك، لا تفيده بأن تعطيه عضوك، لأنك لا تملك عضوك في الحقيقة. ونهى النبي عن بيع ما لا يملك، فالإنسان لا يملك أعضاءه، فلا يجوز أن تبيع ما لا تملك. وإن كنت لا يجوز أن تبيع ما لا تملك، يبقى أيضا لا يجوز أن تهب ما لا تملك. كل دي أدلة مع من قال بحرمة زراعة الأعضاء البشرية، وأنا مع هذا المذهب. وهناك مذهب آخر أجازها على سبيل الضرورة، ولكن الحقيقة لا ضرورة فيها، خصوصا أنها مظنونة النفع، واحتمال النفع فيها احتمال ليس بالكبير.
يدخل يا سيدي في باب اللاعبين في الكرة. لا ده بيبيع منفعة، هنا بيبيع منفعة، ده تعاقد. تعاقد زي بيع اللعيب، ده مش بيبيع اللعيب يعني يضرب عليه الرق للنادي، لا. يعني ده هو كأنه تعاقد احتكر جهده تبعا لهذا النادي لعدة سنوات مثلا. فده بيسموه عقد، عقد تعاقد، هما بيسموه بيع، لكن الاسم اللفظ غلط. يعني لابد أن يعبر عنه بطريقة أفضل. جزاك الله خير. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته، ودي قاعدة فقهية في المعاملات الإسلامية، كل ما جاز بيعه جاز هبته، وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تجوز هبته، إلا حبتي حنطة ونحوها فلا يجوز بيعها وتجوز هبتهم. يعني عايز يدي لك مثال ان في بعض الاشياء لا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها لكن يجوز هبته. يعني اديك حبتين قمح، ما ينفعش ابيع انا حبتين قمح او حبتين رز لانه لا ينتفع به، لكن لو وهبتك اياها مش مشكله. فهمت ازاي؟ فدي امثله ايه نادره، يعني مما تخالف القاعده يعني. ولا تملك يعني ولا تلزم الهبه الا بالقبض. يبقى الهبة تنعقد باللفظ وتلزم بالقبض. فهمت ازاي؟ تنعقد الهبة بالصيغة وتلزم بالقبض. واخد بالك ازاي؟ تلزم يعني تتملك. بإذن الواهب. فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تنتسخ الهبة. وقام وارثه مقامه في القبض والإقباض. يعني ايه؟ يعني لو قال له وهبتك هذا المنزل، واخد بالك ازاي، على ان تأخذه الان. فهمتني بقى ازاي؟ واعطاه المفتاح، فالمفتاح ظل في مكانه على انه هيجي ياخده بكرة، لكن هو مكنه منه باللفظ، واخد بالك ازاي، فأذن له فيها. يبقى في الحالة دي الورثة تنفذ، بس طبعا بالشروط بقى، لو كان بالصورة دي أن يكون هذا الموهوب في حدود ثلث التركة، إن زاد عن ثلث التركة يبقى بإجازة الورثة حتى لا يكون هناك ضرر للورثة. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها، لأن النبي نهى عن أن يرجع الإنسان في هبته. الرجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهي صورة قبيحة، وكأن الرجوع في الهبة شيء قبيح، والمسلم ينزه نفسه عن القبيح. فعلشان كده وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها، بشرط الشافعية بقى أجاز الرجوع فيها لمين؟ إلا أن يكون والدا، يعني الأب بس لو أن يرجع في هبته لابنه أو فرعه، سواء ابنه أو ابن ابنه، يعني الأب وإن أعلى. يبقى لا يجوز الرجوع في الهبة مطلقا إلا الوالد في هبته لولده يجوز الرجوع فيها بس مستثنى، وده في مذهب الشافعي. وعند الأحناف أظن لا يجوز الرجوع في الهبة للأقرباء لأنها تؤدي إلى القطيعة، فيدخل فيها ابن العم والعم والخال وكله، لأن تؤدي إلى القطيعة. لكن في مذهب الشافعية لا يجوز الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده وإن علا. وإن علا يعني إيه؟ يعني الجد كذلك والجدة. وهيجيب بقى فرعين في الهبة يسموهم إيه؟ العمرة والرقبة. العمرة بالياء كده، الألف المكسورة اللي هي تكتب ياء، مش العمرة بتاعت لبيك اللهم لبيك اللي احنا بنعملها دي، لا، دي العمرة اللي هي أن يهبه عقارا مدة عمره يسموها عمرة، أعمره عقارا مدة عمره يسموها عمرة. ويسموها أيضا الرقبة، يعني إيه؟ يعمره دارا ويقول إيه مدة عمري، فكأنه يرقب أجله، كل يرقب أجل الآخر، فهي سميت رقبة.
وإذا أعمر شخص شيئا أي دارا مثلا، فالعمرة تتعلق بإعماره دارا مثلا أو عقارا أو أرضا، كقوله أعمرتك هذه الدار أو أرقبه إياها كقوله أرقبتك هذه الدار أو جعلتها لك رقبة، أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فقبل وقبض. ودي كانت هذه الأعمال كانت بتعمل أيام الجاهلية، والنبي جاء على أنها موقوتة فتعود بعد عمره إليه، فجاء الإسلام وألحقها بالهبة فقال لا تعود إليه بل هي لورثة من أخذها، فخرجت منها الملكية. وإن كان المالكية عندهم أنه يتملك المنفعة ولا يتملك الرقم، ده في مذهب المالكية. يعني لو قلت لك أعمرتك هذه الدار مدة عمرك أو مدة عمري، على مذهب المالكية إذا مت تعود الدار إلى الورثة، كويس، لأنني ملكته المنفعة، ده عند المالكية. فالمالكية جعلوا التملك هنا للمنفعة، ولكن الشافعية والأحناف حملوا العمرة والرقبة على الرقبة، وأنها كانت كالهبة فتخرج من ملكيته فتصير للمعمر وتخرج من ملكية المعمر، كويس، ويتورثها من سكنها وحزها، واضح، فألحقوها بالهبة العين يعني. وإذا أعمر شخص شيئا أي دارا مثلا كقوله أعمرتك هذه الدار أو أرقبه إياها كقوله أرقبتك هذه الدار أو جعلتها لك رقبة، أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فقبل وقبض، كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب الذي أخذها، يعني المعمر بفتح الميم والمرقب بفتح القاف، واسم المفعول باسم بلفظ اسم المفعول فيهما، ولوراثته من بعده ويلغو الشرط المذكور، لان ايه كل شرط ليس في كتاب الله فايه فيسقط، لا ليه، لان كتاب الله وسنه رسوله الحقتها بالهبه ونهت الرجوع في الهبه، فلما الحقتها بالهبه يبقى يلغو الشرط وايه ويستقر ملك الملكها للمعمر له ولوراثته، وتخرج عن ايه عن ملكيه صاحبها، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لديكم سؤال في هذا الموضوع؟ احنا هنقف على أي حال على أحكام اللقطة إن شاء الله بعد شهرين نلتقي بإذن الله. لأن هبة الثواب معروفة، العرف يسموها هبة الثواب، دي مش هبة مطلقة بلا مقابل، احنا بنتكلم دي الهبة بلا عوض، إنما هبة الثواب دي اصلا الناس عارفين انك انت بتاخدها على بتدفعها علشان هتردها، فبنرجع فيها للعرف. زي مثلا لما يجي واحد بيجوز بنته يبص تلاقي له نقطه من كل البلد، لان هو نقط كمان كل البلد، دفعهم في زواج ابنائهم كانه حوش عندهم، بحيث لما يحتاج ذلك في تزويج بناته تاتيه مره اخرى، فده شيء متعارف عليه عرفا، ليست هبه بلا عوض، واخد بالك ازاي. فالهبه اللي بلا عوض دي اللي هي هبة الثواب وجب ايه رده، وجب رده، ولا تلحق بايه بالهبة اللي احنا بنتكلم عليها. الهبة اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي الهبة التي بلا عوض في تعريفها كده، ولما طبعا كان عليه لازم بيعتبروها في العرف كده دين عندهم، واخد بالك، اللي هي زي النقوط اللي بيدفعوه في الايه في الازواج والحاجات دي، وفي المناسبات السعيده او الحزينه. يعني واحد هيعمل اسره عمليه ومريض ورقد في بيته ومبيشتغلش، يجوا جيرانه ايه كل واحد يدفع له مبلغ عشان يستعين بيه على مرضه وعلى مصاريفه، حتى هذا الرجل عليه انه يؤيد كل اللي جاله فتره مرض، لما ربنا يكرمه ويخف ويرجع عليه انه هو يرد للناس اللي وقفت بجانبي لما يمروا بنفس الظروف. فهمت ازاي؟ ما دفعوه له. لا خلاص، الناس بتسامح لما يعرفوا ان هو فقير، لكن مش هتسامح. الناس حضرتك مش بتدفع عمليه اللي هي يعني الواحد بيدفع فلوس بيدفعها مش بتوصل ان هو يرجعها؟ لا، ده في الارياف بيكتبوها، في كراسات بيكتبوها فلان جاب لي كذا وجوز منه، دليل ان العرف عندهم انها ترد. هو
كل مكان اسمها هبة ثواب في كل مكان، دي معروفة العرف فيها انها بترد، واخد بالك؟ لكن احنا بنتكلم النهارده على الهبة اللي هي بلا مقابل، يعني بيعطيه ولا ينتظر منه عوض، فهمت ازاي؟ هي دي الهبة اللي هي موضوع اليوم. انما هبة الثواب وجب مراعاة العرف، ما احنا هيجي لنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهمت ازاي؟ والعادة محكمة في المذهب بتاعنا كده، فطالما عادت الناس كده يبقى تعود لعادتي. هم بيعتبروها كانك انت عامل جمعيه معاهم بيقبضوها لك الاول لما تكون انت بازمه، وعليك انت اقساط الجمعيه دي مقسطه تدفعها لكل واحد في نفس ظروفي، فهمت بقى المساله؟ يعني الناس بيعتبروها كده. يعني انت ما بتيجي تتجوز مثلا اصدقائك في العمل واقاربك كل واحد بيدي لك مبلغ لان عارفين انك انت داخل على مصاريف كتير، فكذلك اصدقائك دول لما يجوا يتزوجوا او يزوجوا ابنائهم بتروح انت رادد لهم ايه نفس المبالغ دي، واخد بالك؟ في الظروف بتاعتهم المشابهه لظرفك الذي وقفت، دي اسمها هبه الثواب. واضح؟ والله تعالى اعلم.